يا ابني اللي بتعمله دي مرضاش ربنا. هو لسه كتير؟ لا يا حبيبي ولا كتير ولا حاجه، خلاص احنا وصلنا هنا. ايه يا عم انت عايزين مني ايه؟ اسمع يا ده انت هنا مخطوف ولو سمعت نفسك هتبعها. بقول لك ايه؟ احنا خدنا التوك توك اللي احنا عايزينه، ما تخلينا نروحه بقى بمره. لا انت هتسيبني العسل ده عشان عايز ولا كده في مصلحه. تعالى معايا. ايه يا عم انت عايز مني ايه؟ تعالى ما تخافش. مش انت خدت التوك توك سيبني اروح. انت هتعمل في ايه؟ يا عم ما اعملش في حاجه. هنصوره صورتين ونطلب قرشين من ابوه وهي مصلحه جنب المصلحه. اقلع بس البتاع. يا عم سيبني اروح. يا دي اقلع. يا عم سيبني. يا بقول لك اقلع. اسمع انا هصوره بتليفونه وهبعته لابوه. ماشي يلا. يلا بصوا لي يلا. ايه يا ابني اللي بتعمله دي مرضاش ربنا. عامل فيه كده ليه؟ ما ينفعش كده. ما عرفتش اصلي منكم ونعملكم فين؟ انت ليك شقتك تحت، ايه اللي طلعك هنا؟ انا يا ابني ما عرفتش اصلي منكم. ما عرفتش اصلي. طلعت على الهاس. اعمل ايه يعني؟ قلت فيها يعني؟ ايه يا ابني؟ ايه؟ انا عارف ان انت ماشي في الحرام. والحرام مبدوم مش ولا بيعمل اي حاجه حلوه خالص الحرام. ربنا يكفيك شره يا ابني ويديك وحاجيك انت واللي زيك. يا ام ارحمينا بقى. طيب. لا يا ابني مش عيدي، يحتار على جوك فين؟ ركبتي.